ولنقاش ملف انتهاكات الميليشيات لا سيما في قضاء المدائن وعمليات التهجير التي تمارس ضد المدنيين. تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة، كيف يفسر انتشار ميليشيا حزب الله في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد رغم انتهاء العمليات العسكرية؟ تفسير انتشار ميليشيات حزب الله وغيرها من الميليشيات في مناطق المدائن وغيرها من مناطق حزام بغداد كما تفضلت برغم انتهاء العمليات العسكرية يؤكد أن هناك مخطط واستهداف لهذه المناطق وأن هناك مشروع ينفذ في هذه المناطق. طبعا معروف جيدا جميع مناطق حزام بغداد عانت ومنذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 من الكثير من عمليات الاستهداف للمدنيين واستهداف لممتلكات المدنيين في هذه المناطق وعمليات تهجير منظمة وعمليات تدمير منظمة لممتلكاتهم، والأمثلة واضحة لحد الآن. جرف الصخر لم يعد لحد الآن المدنيون إلى منازلهم الأصلية، كذلك مناطق الطارمية تشهد عمليات عسكرية منظمة منذ فترات بعيدة وتحت وكل في كل مرة ذريعة مختلفة. منطقة المدائن لا تختلف لأنها جزء لا يتجزأ من حزام بغداد. حزام بغداد طبعا معروف بأنه يتمتع بأهمية استراتيجية في لبغداد وأيضا للعراق بأجمعه، ويشكل شبكة يعني من الخطوط التواصل مع جميع محافظات العراق. إضافة إلى ذلك فهو أقصر الطرق التي تمر عبر العراق إلى الحدود من الجهة الثانية العراق. وطبعا معروف أن الميليشيات في العراق جميعها تدين بالولاء لإيران وتنفذ مخطط منظم من أجل أن تكون طريق سالكة لإيران عبر العراق ومرورا بمناطق حزام بغداد. نعم دكتورة، كيف يفسر صمت الحكومي أمام قرار الميليشيات بمنع عودة المهجرين إلى مناطقهم لا سيما في بابل ديالى والموصل وغيرها من المناطق؟ في الحقيقة لا يوجد في العراق حكومة، الحكومة هي الميليشيات بنفسها وبأعضائها الذين يعني أثبتوا أنهم يسيطرون على مفاصل الحكم في العراق. الدولة في العراق مجرد مناصب ومجرد كراسي يستفيد منها الجالسون على هذه الكراسي، أما المنفذ الحقيقي والآمر والناهي في العراق هي الميليشيات، والحكومة دورها هو التغطية على ما تقوم به الميليشيات من أفعال من خلال القوانين ومن خلال التصريحات والكذب الفاضح يعني الذي أصبح لا يخفى على أي عراقي. الحكومة العراقية يعني هي مجرد أشخاص مستفيدون ماديا من خلال مصالحهم، تنفيذ مصالحهم فقط لا أكثر ولا أقل. أما في العراق فهي الحكومة الحقيقية هي حكومة الميليشيات. نعم. ما السبل القانونية لتطبيق مبادئ القانون الدولي حيال انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وتحديدا في هذه الجزئية في منع المدنيين من العودة إلى مناطقهم؟ يعني في الحقيقة يجب أن يكون هناك تدخل دولي من أجل يعني وضع حد لسيطرة الميليشيات في العراق، خاصة وأن سيطرة الميليشيات في العراق جاءت هي بحد ذاتها هي نتيجة قرار الدولي، ونحن نعرف جيدا أن أمريكا كانت هي يعني من هي أول من قامت بإدماج الميليشيات في القوات الحكومية وبسطت سيطرة الميليشيات في العراق، ولذلك فإن القرار في الحد من الميليشيات هو يجب أن يكون قرار دولي وبتدخل دولي عن طريق طبعا توثيق هذه الجرائم التي تقوم فيها الميليشيات وتحويلها إلى الجهات المختصة الدولية واتخاذ إجراءات من قبل مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي من أجل وضع حد لما تقوم فيه الميليشيات العراق. إضافة إلى ذلك هو فضح أن هذه الميليشيات وارتباطها بالجهات الخارجية الغير وطنية في خارج العراق وما تنفذه من أهداف، وعن طريق هذا الشيء
معروف جيدا ان الميليشيات هي ليست من يعني من الاشياء يعني الطبيعيه في اي دوله، اي دوله تحترم نفسها ويعني معترف بها دوليا، توجد لديها قوات مسلحه وليست لديها اي ميليشيات واي سلاح خارج سيطره الدوله. ولذلك فان باستطاعه المجتمع الدولي ان يتدخل وان يحل قضية الميليشيات في العراق، إضافة إلى ذلك فإن أي تغيير جذري في العراق وتغيير لكافة هذه الوجوه التي تسيطر على مفاصل الحكم في العراق سوف يؤدي طبعا بالتأكيد إلى يعني الحد من سطوة الميليشيات والقضاء على الميليشيات بصورة كاملة. نعم. شكرا جزيلا لك، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر سكايب من لندن.